التنافس بينها عالية جدا. ما أقدر أرشح أي أحد صراحة، يستاهلون كلهم. يعني في 4 أو 5 مشاريع تتوقع مشاريع كويسة صراحة حبيتها، في أكثر مشروع عجبني بس نشوف. أتوقع مثل هالأشياء تساعد في تكوين الفرق، يعني الناس تعرف إن في واحد اسمه مازن، في واحد اسمه إبراهيم، بس ما تعرف إن والله إبراهيم ومازن يقدرون يشتغلون مع بعض على مشروع. المشروع حلو، في ذكاء اصطناعي عالي، يعتمد على كيف تحليل قاعدة البيانات بشكل صحيح عشان تطلع النتائج. تحملوني أنا ما في، كنت مزعج اليوم وبش هنا وبش هنا. لا لا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. في 3 أيام 14 بروجكت يطلع، الناس تشتغلها سنة كاملة صراحة، الكل فايز الكل كسبان لو أقلها مشاهدتها الناس صراحة.